بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. جاناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم يا أصدقائي راح أشوفكم جليتش المستودع الجديد، الجليتش اللي موجود بمود الطائرات أو حظيرة الطائرات. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع أصدقائكم. فما أطول عليكم بالمقدمة، خلوكم مع المقطع. انا صاحي يسوي يقول لك ليش تنجل شكرا. اسمع ابقى واقف. بالتوك توك هل واحد يدخل الحد؟ لا لا هذا هنا هنا اعتبرت وقت